مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة واللي خصصناها للفن والتراث السوري. أكيد نور، ختام محطاتنا مع الفن والثقافة، لكن هالمرة مع نبض الفرات ومهرجان الأغنية الفراتية الأول الذي انطلق يوم أمس في أوبرا دمر المعرفة. تفاصيل أوفى حول المهرجان وأهميته معنا أكيد الإعلامي المتابع للموسيقى السورية إدريس مراد والمشرف على المهرجان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير، يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير فيك. يعني. خلينا نحكي عن هيدا المهرجان وأهمية إقامته اليوم، هي الدورة الأولى عم نحكي عنه. يعني سبق وقلت مرارا أنه التراث السوري هو تراث غني جدا، يعني لا مثيل له في العالم، يعني فينا نحكي هيك حتى حقيقة، يعني هذا مو مجاملة، هذا حقيقة. يعني اللي كل الأشخاص أو اللي اشتغلوا في مجال الموسيقى واللي كتبوا في مجال الموسيقى كانوا دائما يعطوا أهمية كبيرة للتراث السوري، لا سيما التراث السوري الغنائي. ف يعني الفرات أو الفرات السوري كمان في هذا، يعني هو جزء لا يتجزأ من هاي الثقافة عموما، وغني بفي، طبعا يعني غني وخاصة جدا. وخاصة أنه الغناء في الفرات هو يعني يعني فيها شجن، فيها روح، فيها حزن، فيها فرح، يعني غير هذا أنه في كثير أشكال من الغناء في منطقة دير الزور والرقة، بهاي المناطق للمدن السورية الموجودة على ضفاف الفرات. عموما كان الغناء الفراتي مغيب حقيقة، سواء على المسار أو حتى في الإعلام. يعني إذا بدنا نرجع لتاريخنا الإعلامي، أو إذا بدنا نرجع لإعلامنا السوري، ما يعني يجوز ما بنعرف غير دياب مشهور. أنا دياب مشهور طبعا كرمته نعم، هذا السنة بمهرجان قوس قزح سوريا، هذا الرجل الجميل، هذا الصوت الجميل. ولكن التراث السوري، تراث الفرات الغنائي هو أقدم من هيك بكثير. نعم. على العموم حبينا أنه نبين لجمهور الدمشقي هذا الغنى التراثي، هذا الغنى الغنائي الفراتي السوري من خلال هذا المهرجان. نعم. هو تسليط ضوء على هذا الغنى وشكل من أشكال الدعم لهذا الغناء. نعم، حلو كتير. خلينا نحن نروح طبعا لحظات وثقتها كاميرا صباح نغير الإخبارية السورية لنشوف مهرجان الأغنية الفراتية ونرجع نتابع الحديث. طيب أنا ما رحبت بيكم وهليت، أنا ما رحبت بيكم وهليت، سكبت دموع أفراحي وهليت إذا آني القمر عالي، وهليت سماي تكون جيتكم علي. فرات الخير يسألني يا ربعاي، فرات الخير يسألني يا ربعاي، متى تعودون وتورد يا ربعاي؟ نذرتك نذر بس نرجع يا ربعاي، وثلاث ارباع قدمهم هديه. يا بيت نادي يا
أستاذ إدريس، كنا عم نتابع معك أجواء المهرجان وقديش الأصوات الفراتية الجميلة. نعم. وكنا عم نحكي تحت الهواء، يمكن اللي بيميز هي الأصوات الشجن اللي فيها. نعم. فيها نوع من الحزن اللي بتلمسه من خلال الموسيقى والكلام المحكي. أنا من الطبيعي أنه دائما التراث الغنائي هو شكل من أشكال يعني المرآة للتاريخ المنطقة، لتاريخ المنطقة اللي بشكل عام، يعني أي منطقة تراثها هي تعكس تاريخ هذه المنطقة. فنحن بنعرف أنه الفرات تاريخيا إذا بدنا نرجع من 5000 سنة وانت جاي، كان دائما هي مكان للصراعات، ومين بده يسيطر عليها، مين بده ياخذها. تماما طبعا، يعني نحن بنعرف الأنهار وأهميتها بتاريخ الشعوب هيك. فمن كثر ما ما ما, ما يعني مر يعني ايام حزن على هاي المنطقه، فهذا الحزن ازم انه اجت من هاي المسائل حقيقه. نعم. ولكن هذا يعني انا اللي بحسه انه في هذا الشجن نوعا ما المفرح قليلا، يعني يعني شجن مع فرح، بتحسي بنشوه قدام لما بتسمعي هذا الغناء. يعني الغناء الفراتي له أهميته. في بعض الأشخاص حقيقة بيفكروا أنه الغناء الفراتي السوري والغناء الفراتي يشبه الغناء الفراتي العراقي أو غناء العراقي. حقيقة في فرق، يعني في فرق شاسع، في فرق بالإحساس، في فرق بالروح، يعني ما بيلامسه غير يا ابن المنطقة أو اللي بيعرف بالموسيقى بشكل جيد. حتى يمكن اللي ما بيعرف بالموسيقى بيدخل قلبه فورا، يعني تماما انه الغناء الفراتي السوري له خصوصيته تماما، يعني. نعم. لا يشبه. لك انا استاذ عن اهميه طبعا هالمهرجان، اهم الفقرات بيوم الافتتاح، كيف الاقبال، كيف ردت فعل كمان الجمهور؟ نحن مثل ما شفنا هلا طبعا، كمان شارك الاستاذ جمال دوير اللي ما طلع هلا بهذا بهاي الفقره اللي عرضتوها، لانه كمان استاذ جمال دوير حقيقه هو ملحن ومغني كبير له باع طويل في الغناء الفراتي في مدينه دير الزور. ف يعني كان مشاركنا صار له زمان طبعا، وخاصه يعني بايام الحرب وهيك ما كان مشارك. فنحن يعني عاد الى، رغم كان متعب جدا وجاي من السفر ويعني مريض قليلا، ومع ذلك اصر انه يشارك. ف نتمنى له اكيد الشفاء. حي الاستاذ او الفنان الكبير استاذ جمال دوير. كمان كان مشاركنا الشاب الفنان، انا بعتبره هو فنان صاعد، صوته جميل جدا، انا حاطط له مستقبل واعد بالساحه الغنائيه السوريه، الشاب مهند اسكندر، والاستاذ اسكندر عبيد، كمان استاذ اسكندر كمان له باع. نعم، والده لمهند له باع طويل في مجال الغناء، وله حفلات كثيره في سواء في دير الزور او حتى في اغلب المحافظات السوريه وفي العراق وفي لبنان. عموما امبارح كنا مع ثلاث مغنيين، اما اليوم هو الختام معنا الاستاذ المعروف الاستاذ عبد الوهاب الفراتي. الاستاذ عبد الوهاب الفراتي دائما انا بعتبره هو من اخر الاصوات الفراتيه السوريه، يعني الأصيل الموجوده الاصيله، يعني هو صوت متميز، له صوت يتميز بمساحه واسعه، ف يعني يعطي هذا النمط الغنائي حقه، صوته قوي جدا حقيقة. فباعتقادي اليوم راح يكون الختام جميل وحافل يعني بالتراث. يعني تماما، اسماء مهمة غنية. كمان راح يكون معنا شاب ثاني، عفوا استاذ لازم نذكره قبل ما ننسى، استاذ احمد الصالح. استاذ احمد الصالح كمان هو شاب صغير بعده، ولكن صوته جميل جدا. الختام راح يكون جميل. اليوم الختامي لكان المهرجان تماما، يعني كان لابد انه يكون في انا كان لابد انه يكون في اضاءه على هذا الغناء اللي صار لنا زمان ما سمعناه على مسارح الدمشقيه على الاقل، يعني لا سيما انه
دير زور تحررت من 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 الظلام، من 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 قوى الظلامية، من الداعش، من إرهاب الداعشي، فكان لابد الاحتفال وعلى الأقل بهذا الشكل أنه نبين هذا الغناء اللي ينتمي إلى ثقافة سورية العريقة. نعم. نبين للناس. أكيد أستاذ إدريس، بدنا نوجه تحية لكل الأسماء الكبيرة مع حفظ الألقاب اللي ذكرتها. ولما نحكي يمكن عن التراث الفراتي غني وبيئة خصبة بأصوات جدا جميلة مثل ما شاهدنا من خلال المادة اللي عرضناها، خلينا نحكي بعد هيدا المهرجان بما أنه بدورته الأولى، شو محاضرين للأيام القادمة؟ نحن عم نودع 2017 ونستقبل 2018. انتم مثل ما بتعرفوا انا نشيط دائما مهتم بالتراث عمليا، يعني انا كنت دائما بحكي انه نحن الصحفيين اللي بنهتم بالموسيقى دائما كنا ننتقد المعنيين انه ليش ما بيهتموا بالتراث وليش ما، فانا حولت هذا الانتقاد الى شيء عملي، فبعمل اكثر من مهرجان، بعمل اكثر من نشاط له علاقه بالتراث السوري، سواء كان التراث السوري الملون بمختلف شرائحه. مثلا عام الماضي عملت مهرجان الثالث قوس قزح سوريا، هلا انا بصدد المهرجان الرابع راح يكون بشهر السابع، عم بجمع فيه، عم بين، عم بعطي صوره صغرى للسورية الكبرى حقيقة، يعني عم بجمع في هذا الثقافة السوريانية والثقافة الأرمنية والثقافة الكردية والثقافة العربية بهذا المهرجان الصغير. كمان عندي مهرجان آخر له علاقة بالتراث المنطقة، هو مهرجان آلة البزق، راح يكون بشهر الثالث، دورته السابعة حقيقة، وبتمنى ان يكون في دوره ثانيه وثالثه للمهرجان فرات كمان. ان شاء الله موفقين ومشكوره جهودكم. لكان بنذكر كل المشاهدين انه اليوم الختامي لمهرجان الاغنيه الفراتيه، بنتمنى من كل بيحبوا هالتراث وهاللون يجوا يحضروا، موفقين بكل عملكم. شكرا لوجودك. شكرا لكم، شكرا للاخباريه السوريه اللي دائما بتابعني بكل نشاطاتي. شكرا عن جد، شكرا من القلب لكم. شكرا جزيلا. نشكرك استاذ ادريس مراد المتابع دائما للموسيقى والتراث السوري. شكرا لوجودك معنا.